طويلة نسبياً، وطبعاً أنا أشكره جداً إن أنا يعني تشرفت بوجوده النهاردة في القافلة التنويرية، وأتساءل أين وضع الثقافة مع التكنولوجيا الحديثة ولغة التواصل الاجتماعي، وكنت لي رأي إن كيف يمكن تحويل كل كتب قصور الثقافة إلى مكتبة إلكترونية متاحة لكل الطلبة والطالبات إنهم يطلعوا عليها أو للجمهور العام. النقطة الثانية اللي أحب إن أنا أشير إليها بالنسبة إن تكون القافلة التنويرية مش مرة واحدة تدوب كل ربوع مصر من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ولكن تكون هناك خطة دورية لوجود هذه القوافل بصفة دورية كل فترة. النقطة برضو الثالثة اللي أحب أشير إليها، أتمنى أن تكون هناك ندوات أو تتبنى قصور الثقافة مهرجانات أو ندوات تروج للثقافة ونشر الوعي السياحي، بما أن الثقافة والسياحة وجهان لعملة واحدة وكلها تصب في دفع عجلة الإنتاج والتنمية في مصر. شكرا. شكرا دكتورة، وأسئلة الحقيقة شديدة الأهمية ولونها عنده الدكتور المفضل حضرتك عليها.